خطف فريق ميلان فوزا قاتلا من روما بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب سان سيرو في افتتاح مباريات الجولة 3 من الدوري الإيطالي. وسجل فرانك كيسو لميلان في الدقيقة 39 قبل أن يحرز فيدريكو فازيو هدف التعادل لروما في الدقيقة 59، فيما استطاع باتريك تسجيل الهدف القاتل لميلان عند الدقيقة 95.